أهلا بحضراتكم. معنا سؤال من ضمن الأسئلة اللي وفدت على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة: هل الميت يتأذى إذا كان القبر فيه مياه جوفية؟ هو سؤال جميل على فكرة، لأنه الإنسان مخلوق مكرم، حال الحياة وحال الموت، وتكريم وحال الموت أشد، لأنه الإنسان حال موته لا إرادة له حينئذ على جسده، ما يقدرش يدفع السوء عن نفس عن هذا الجسد. ورد من حديث أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. وروى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه. دل الحديث على إيه؟ دل الحديث على وجوب احترام الميت، مش عشان هو ميت يهان ولا يحترم، ده هو أشد احتراما حال موته. وجوب احترام الميت ده شيء ضروري كما يحترم الحي، بل الميت أشد. والمقرر شرعا إن أقل شيء في القبر الذي يصلح للدفن هو إن القبر ده يكون مواري لجسد الميت، يغطيه يستره بحيث إنه لا يتعرض جسد الميت فيه للأذى أو للامتهان أو للعبث، وبرضو يمنع من ظهور أي رائحة تؤذي الأحياء. وبناء على ذلك، فمتى ظهرت المياه الجوفية في القبر فإنه ينبغي المسارعة إلى رفع هذا الأذى عن الأموات، لأن هما ما يقدروش يدفعوا هذا الأذى. وقلنا إنه احترامهم أثناء الموت مطلوب كاحترام الأحياء، فبالتالي عشان ندفع هذا الأذى عن الأموات، ظهور المياه الجوفية، نشوف إيه الحل، إما بقى بنقل المتوفى لقبر آخر، أو برفع الأجساد والعظام ووضع طبقة من الرمال أسفل منها بحيث يعني نجفف المكان تحتهم، ثم إعادة الأجسام والعظام مرة أخرى. ولابد من رعاية الأمانة والدقة في أثناء فعل ذلك استجابة لأوامر الوحي الشريف.